ناقش المبادرات الجمعوية التي يقوم بها شباب ولاية السطيف بهدف تجهيز مستشفى بوقاعة بمصلحة إنعاش. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي في الأستوديو رياض معزوزي، إعلام وناشط جمعوي. أستاذ رياض، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك الأخ فارس، تحية لك، تحية صباحية لكم ولطاقم الشروق وكذلك للمتابعين. مرتاح؟ أكيد، نتكل على بركة الله. الحمد لله. إذن أستاذ رياض معزوزي، هي مبادرة جميلة، مبادرة تهدف إلى تجهيز مستشفى بوقاعة. نعلم جيدا أن هذه المنطقة التي تواجد فيها مستشفى بوقاعة هي منطقة شاسعة ومنطقة تعرف كثافة سكانية تفوق عن 300,000 نسمة. يعني هل هذا هو الشيء الذي دفعكم للقيام بهذا النوع من المبادرة؟ حقيقة هي شاسعة المنطقة والكثافة السكانية الكبيرة التي تحتويها هذه البقعة الجغرافية الجبلية بالمنطقة الشمالية الغربية لولاية سطيف، كانت ربما الدافع الأول للتكتل الجمعوي لبلوغ الهدف، هو تجهيز مستشفى سعيد عمامري ببوقعة، والذي يشرف على 17 بلدية كاملة بالمنطقة الشمالية الغربية للولاية. طبعا 6 دوائر بكثافة سكانية كما ذكرت تتعدى 300,000 نسمة، مع ربما مؤسسة استشفائية الوحيدة ربما بالمنطقة يجيوها أكثر، يعني من 17 بلدية، أكثر من 17 بلدية نقدر حتى نذكرهم، بداية طبعا من عين الرواب وقاع بن يوسين، موك لانت لفسن بوعنداس، اي تي زي اتمن بزاد ابو سلام، بني شبانه، اي تمو بني محلي، وكذلك بني ورتيلان، عين القراج، بدون ان ننسى طبعا قنزات حربيل، اضافه الى حمام قرقور وذرع قبيله. هي البلديات 17 التي يعود مرضاها كلهم الى مستشفى السعيد عمامري ببوقعة. وربما مع الأزمة الأخيرة لوباء كورونا طبعا كوفيد 19 بدأت تطفو إلى السطح طبعا عمق الإشكال والمشكلة، وهو قضية الإنعاش، لأنه في الصيف كما كلنا يعلم يعني مرت بأزمة صحية جدا، إلى درجة أنه سرير واحد للإنعاش شاغر غير موجود طبعا، وهو ما جعل ربما الجمعيات تقف عند لب الإشكال بالمنطقة الشمالية الغربية. كان ربما في الوقت السابق المرضى هناك في مستشفى السعيد عمامري المصابون والمرضى حينما يصلون إلى مستوى الإنعاش يتم تحويلهم مباشرة إلى المستشفى الجامعي سعادنا عبد النور بعاصمة الولاية، إلا أنه مع أزمة كوفيد 19 لم يبقى ولا سرير شاغر، وهو ربما ما جعل الإشكال يطفو إلى السطح، وتتكتل أكثر من 80 جمعية من 17 بلدية. نعم. للسعي مسعى تجهيز اقتناء وسائل طبية. نتكلم كذلك هنا أستاذ رياض على الإجراءات لكم تعتمدوها يعني في سبيل إنجاح هذه المبادرة. نعم، هو بعد يعني ربما قبل ذلك دعني أعود ربما في ثواني فقط إلى بداية المبادرة. يعني نعم، بداية المبادرة كانت وشنو هو قبل البداية، وشنو هو شعار المبادرة حتى نحطوا المشاهد في الصورة؟ شعار المبادرة اليد في اليد من أجل تجهيز مستشفى بوقعة بمصلحة للإنعاش. الله يبارك. وقد تضافرت الأيدي وتكتلت وبدأنا نصل إلى المنتوج، إن شاء الله يكون منتوج وافر لتجهيز هذا المصلحة. كما قلت هي البداية كانت في أثناء ربما الفاجعة التي أصابت المنطقة الشمالية بوفاة الممرض عبد الحق شعبي رحمه الله بسبب كوفيد 19، وهذا ابن القطاع يعني كان في رحلة بحث على مستشفى للإنعاش. للأسف الشديد مستشفيات سطيف كانت مكتظة عن آخرها، وهو ما ربما أرغم المصالح المعنية إلى نقله بعد تدخل ربما المصالح الطبية لنقله إلى مستشفى آميزور التابع إقليميا لولاية بجاية، لكن قدر الله ما شاء فعل أنه في الطريق سعادت روحه الطيبة ربي يرحمه إن شاء الله. من ثم بدأ منشور أو منشورين عبر الفيسبوك،
ومن وراء هذين المنشورين تكتلت أكثر من 80 جمعية بالمنطقة الشمالية الغربية، طبعا وراءها قانونيا وإجراءات إدارية وكذلك الختم خلية اليقظة ومتابعة أزمة كوفيد-19 ببلدية بوقاعة، الغطاء القانوني للمبادرة. والحمد لله بدأت المبادرة تثمر. أين يعني تكلمنا شوي على التفاصيل، وين لحقتوا وش درتوا وش ما درتوا؟ نعم، هو في البداية كانت هناك اجتماعات افتراضية في مواقع التواصل الاجتماعي، فرضها طبعا واقع الكوفيد-19 مع الحجر وما شابه ذلك، والوضع في الصيف كلكم تعرفونه. بعد ذلك بدأت اجتماعات شوية بعدد ومع احترام طبعا التباعد وما شابه ذلك من الإجراءات الوقائية، واتفقنا على خارطة الطريق وهو فتح باب الانضمام إلى المبادرة من قبل الجمعيات المنطقة الشمالية. هل نلقوا 80 جمعيات؟ أكثر من 80 جمعية واحد وهو تجهيز المستشفى. نعم، أكثر من 80 جمعية لحد الآن، كلها تصبو إلى هدف واحد ووحيد وهو تجهيز مستشفى سعيد عمري بمصلحة للإنعاش، إضافة إلى توفير عدد من التجهيزات. الأجهزة الطبية التي بمصلحة الأشعة، وكذلك باعتبار أنه مصلحة لها علاقة مباشرة مع هذه التخصصات. لعلمكم طبعا غياب الأطباء المتخصصين في الأشعة جعل يعني جهاز السكانر الوحيد في المستشفى يبقى بدون روح، يعني رغم أنه دخل المؤسسة قبل أكثر من 7 سنوات. يعني أتمنى ربما أنه من وراء هذه المبادرة يكون تحرك فعلي لبلوغ هدف تحريك هذا المشهد الصحي بالمنطقة. والحمد لله مؤخرا الصفحة الرسمية لمستشفى سعيد عمومي ببقعة باتت يعني تنشر لنا أخبار سارة عن وصول تجهيزات ودعم مادي جمعوي مادي. يعني كان كاين دعم أنتم كجمعيات، يعني ما هي الدعائم اللي كانت عندكم؟ يعني كان كاين أشخاص اللي دعموكم باش تحققوا هذا المشروع، ولا فقط لي كوتيزاسيون تاع لي سيتوايا معكم التما في المنطقة؟ خارطة الطريق التي سبق وذكرتها لك كانت بداية هو البحث عن سبل بلوغ التمويل والدعم المادي والمعنوي فوق ذلك. الحمد لله وصل، أكيد هو رجال المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية هي الدافع الأول لتحقيق الغاية ووصول الهدف. الحمد لله تواصلنا مع عدد من المحسنين ورجال المال والأعمال بالمنطقة، وكذلك بعض المؤسسات الاقتصادية النشطة في مختلف المجالات في هناك في ولاية الصيف وحتى الولايات المجاورة. والحمد لله كان هناك صدى طيب وتجاوبوا مع المبادرة لأنها تدخل في إطار طبعا من أنقذ روح، لأنه مصلحة الإنعاش لو توفرها لمستشفى سعيد عمري فإنك كمن أنقذ الناس جميعا وأنت بصدد إنقاذ أرواح. الحمد لله هناك مؤسسة اقتصادية اسمنت عين الكبيرة التي دعمت المستشفى لحد الآن بثلاث أسيرة إنعاش كاملة التجهيزات، إضافة إلى محسن كذلك تبرع بتسع أسرة للتمريض مخصصة طبعا مخصصة لمرضى القصور الكلوي. هنا كذلك من دعم كذلك المستشفى بجهاز تصفية الدم. هذا يعني شيء معروف على المواطن الجزائري أنه في الأمور يعني هكا الأعمال الخيرية. الحمد لله هناك كذلك حاضر بقوة أكيد. وهناك كذلك كذلك محسن آخر بصدد تجهيز مستشفى كذلك بصهريج للأكسجين ما شاء الله. يعني قات بعض التفاصيل فقط التقنية، يعني الحمد لله بدأت بفكرة افتراضية فوصلت إلى الواقع تم تجسيدها والحمد لله. للإمضاء ووضع البصمة طبعا على هذا المشروع.
والطرح طبعا لازم نشوفه دائما في اي ازمه لازم نشوفه كما يقول لك دائما الجانب السلبي والجانب الايجابي. صح انه ازمه كورونا او جائحه كورونا كان عندها سلبيات كثيره، لكن كذلك في شق منفصل كان عندها ايجابيات، يعني انه منها وشك تحكي الان، يعني كان كاين تلاحم بين المواطن الجزائري، زادت بنت الاخوه اكثر واكثر، وهذا الشيء مش غريب على المواطن الجزائري اكيد. وفوق ذلك يعني انه المبادره تكتل اكثر من 80 جمعيه في تحت لواء واحد في وقت يعني اعطت الدوله اهتمام كبير بالنشاط الجمعوي والتكفل وكذلك التضامن. نعم. بين الجمعيات ومختلف ممثلي المجتمع المدني. المجتمع المدني، نعم تفضل. نعم المجتمع المدني، وبالتالي اقول انه المبادره راهي في الطريق صحيح لحد الان. هناك ربما بعض الامور التي تتجاوزنا، مثلا كتوفير الكادر الشبه الطبي والطبي الذي سيتكفل بمصلحة الإنعاش مستقبلا، هذا طبعا يقف لدى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التي أتمنى طبعا أن تأخذ بجدية كبيرة هذا المسعى، لأنه صراحة هذا المستشفى يتكفل ب 17 بلدية كاملة طولا وعرضا، إضافة إلى بعض البلديات. نسيت أن أخبرك أن هناك بعض البلديات لبعض الولايات المجاورة كولايتي برج بوعريج وبجاية، كذلك هناك حالات استشفائية تبلغ وتصل إلى مستشفى السعيد عمري. هناك كذلك مؤسسة استشفائية أخرى بني ورتيلان، هي مؤسسة استشفائية ولكن ليست بحجم مستشفى السعيد عمري، وكل مرضاها يعني حتى تلك الحالات التي تصل إلى درجة متقدمة من التطبيب أو العلاج يتم توجيهها مباشرة إلى مستشفى السعيد عمري. هي مبادرة بذرة خير سعينا لها من البداية. ما لقيتش عوائق، ولكن كاين عوائق أستاذ رياض؟ هو صراحة ما كانش هناك عوائق هكذا واضحة جدا جدا، ربما بعض التشويشات الهامشية التي لا يمكنها أن تحطم مشروع مثل هذا. طبعا كذلك نتكلم على أملكم على الأهداف سكان ولاية الصيف والجمعيات الناشطة في المنطقة. حقيقة هو الحديث حاليا للتكتل الجمعوي بمنطقة شمال غرب الولاية منصب تماما ويسلط الضوء على مصلحة للإنعاش بمستشفى بوقعة، لكن هذا لا يعني بأنه الجانب الصحي الآخر يعني كله امتياز 100% من المراكز الصحية وقاعات العلاج التي أتمنى أن تفعل، ويتمنى تتمنى الجمعيات أن تفعل أكثر مستقبلا، دون أن ننسى أمال وطموحات السكان بوعنداس في مستشفى ل 60 سرير، وهو المسعى الذي يسعى له المواطنون منذ مدة، يعني إن شاء الله يتحقق في القريب العاجل، إضافة إلى بعض المناحي الصحية التي يتمناها ويتمناها المجتمع هناك في تحسين ظروف الصحة أكثر. نعم. للسكن. نعم، إذا كلمة أخيرة، يعني كما قلت يعني قبل قليل أنه في حال تجهيز المستشفى بكل المعدات الطبية ممكن راح يكون كاين نقص في الكادر الطبي، إذا عندك كلمة ممكن تحب توجهها وزارة الصحة أو طيب هو هذه المبادرة كما قلت بدأت بفكرة وبدأت تتجسد، ولكن التجسيد الفعلي 100% يقف طبعا وراءها رجال كانوا طبعا من الناشطين الجمعويين وحتى المسؤولين في قطاع الصحة الولاية كذلك وزارة الصحة، خاصة التركيز على توفير الكادرين الطبي والشبه الطبي على مستوى المصلحة. ربما قلت ككلمة أخيرة ربما طبعا كلمتي هي شكر لكم على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة. الشكر موجه لكل من وضع ولو جزء من بصمة في هذا المشروع من المؤسسات الاقتصادية وكذلك رجال المال والأعمال والمحسنين الذين هبوا هبة من أجل تحقيق الهدف، وكذلك الشكر لزملائي وكذلك أصدقائي في مختلف الجمعيات الذين نجتمع بشكل دوري من أجل تحديد الأهداف والمهام وكذلك بلوغ الغاية، كما كذلك أجدد الشكر إلى خلية اليقظة والأزمة
لبلدة بوقع التي طبعا كانت ألبستنا ثوب القانونية القائمة طويلة ما شاء الله وشكرا جزيلا لك ربي يحفظك. إذا رياض معزوزي إعلامي وناشط جمعوي جئتنا اليوم من ولاية الصيف، سعداء جدا بوجودك معنا لنهار اليوم. نذكر فقط المشاهدين الكرام بأن العديد من الجمعيات الخيرية في ولاية الصيف تسعى لهدف نبيل، وهو أقول تزويد مستشفى بقاعة بمصلحة إنعاش في الأيام القليلة القادمة. إذن مشاهدينا الكرام ملفاتنا متواصلة.